اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناه من عتبه محمد في عتقل الريف. النهارده جينا بنشوف كل فتره الرز لما بينضم لازم كل يومين ثلاثه تقلبه تقليبه عشان بيبقى الحته اللي تحت حنه، عشان لما يجي يدرس يكون القش كامل كله قش، القش كله ناشف. الله يرحمك يا حاج محمود. بتقلبه كل قد ايه يا حاج محمود؟ قش ده بعد اذنك كل يابا يومين بيتقلب عشان الدراسه تاكل فيه. كل يومين بيتقلب. اما يتقلب احسن. بتجيب ال حتى بيبان باين الحته اللي تحتها طريه. ايوه ايوه. بنقدر نتحن عليه. تمام. الاستاذ عمر يعني جاي مبدع الدنيا في الملأ هنا. الله ينور يا حاج مصطفى. مرحبا يا عم رز. اخبارك؟ انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله والله. صح. الحمد لله. بتقلبه كل يومين؟ كل يوم اهو. عشان خاطر الفنان ينبسط. ابو عابد. احمد تلبسين جالك اهو. حاج احمد عبد الله النجا بيقلب راخ عمده ابو حجاب مع الاستاذ فوزي بيقلب معاه اهو. حاج فوزي ومصطفى ابو عشمه. فوزي والله انا قلت اما اجي يعني كنت في مشوار، قلت اما اجي الحق الحاج مصطفى عشان اصور معاه موضوع تقليب القش والرز ده، عشان في ناس بتسال يتعرف هذا بيتقلب كل قد ايه. بتبقى حنين عليه. لازم كل شويه تفضل تقلب كده عشان القش ينشف. ينشف ياخد شويه في الدراسه. تمام. الماذا دي صديقه الحاج مصطفى. لا يا عصفوره يا ام دب، خد القش وسيب الحب. يعني ده يدرس بعد قد ايه يا حاج مصطفى؟ لا شيء يدرس بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ لا يا عصفوره يا مدب، قال له حاجه 10. خد القش 10 ايام؟ بكل يومين؟ بس عشان ما يفرطش ولا ايه؟ لا ما احنا بنضم مواد كلها مع بعض. استنى كده. استاذ شيحه برضه عنده خلفيه حلوه عن الرز والكلام ده. بيزرع رز بلدي بتاع زمان. ممكن كده بس الشحته كده ولا حاجه. الحاج شحته مشغول في البقاموس. روح قول له خايف في الطنطا البقاموس. مستنيك اهو، واخد وضع الاستعداد. خلاص. بص اهو. واخد وضع الاستعداد اهو. الله ينور. اجيب الشرشره اللي مش معنى انت يعني الوحيد اللي بيصدق في البقاموس يا شحته. هو اصل عنده ضمير بقى. الحاج شحته عنده ضمير بيظبط للناس يعني البقاموس دي المفروض الحاج هيثم راغب بيجي معاه. ما بيسيش من عليه؟ طالما هيثم راغب يبقى محمود خالد ومصطفى الحر يجوا راغبين. ايوه ايوه. ولع على دماغ اصحابه.